اخوي غانم. يا هلا يا هلا وسهلا، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. انا احب امسي عليك وعلى ضيف الكريم الاستاذ رشاد. الله يسلمك يا رب. وعندي استفسار بس او سؤال الاستاذ رشاد يمكن يفيد فيه. كيف اذا احنا حددنا نقاط المستقبل او واقع ودنا نوصل له يكون في استمراريه بالنجاح او استمراريه بالخط اللي احنا نمشي عليه؟ يعني يمكن مثلا تخفيف الوزن لما نمشي يوم او يومين خلاص نرجع نغير البرنامج كله ونحتاج ان دفعه ثانيه للاستمراريه ان نستمر البرنامج. نعم، يعطيكم العافيه وشكرا. شكرا لاتصالك. طيب نجاوب عليه ولا تحب نكمل الثلاثات تبعنا؟ خلينا نكمل. طيب الثلاثات ومعلش اخوي غانم تستنانا بس نخلص النقاط ونرجع نجاوب عليه ونفتح سيره الاتصالات لكل متصلين. تفضل استاذ رشاد. فقلنا ثلاثة صفات، رقم واحد إنه الواحد يكون عنده ذكاء، اثنين الشجاعة، رقم ثلاثة الحسم، إنه يحول الرؤية هذه اللي تكلمنا عليها إنه أحلم وخلي عندك طموحات لكن لازم تحسمها وتحولها إلى الفعل. تكلم عن الأشياء ستظل حلما، أتخيله حيصير ممتع، خطط له حيصير ممكن لكن لما تفعله حيتحول إلى حقيقة. فنحتاج إلى الحسم، إنك تكون قول وفعل مش مجرد كلام وكلام وكلام، لكنك أنت تحاول دائما إنه زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الأثر دائما يقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. انه يكون عندك مثلا جانب الفكري والجانب العملي التطبيقي مش مجرد انه يكون فلسفه، لازم تحول الرؤى والاحلام هذه الى واقع والى حقيقه. فهذا الحسم. هذه الثلاثه اولانيه لثلاثه صفات موجوده عند كل الناس الناجحين نجاح غير عادي، الذكاء الشجاعه والحسم. ثلاثة التزامات موجودة بتحليلهم ومتابعتهم بشكل مستمر وجدنا أنه عندهم ثلاثة التزامات ملتزمين باستمرار. برقم واحد رفع المقاييس، دائما دائما بيكون عندهم مقاييس وستاندرد عالي، بيكون عندهم طموح أعلى من حدود الواقع. سبحان الله لما تأملت في مقولة الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز يقول إن لي نفسا تواقة كلما وصلت لأمر تاقت لما هو أعلى منه، وإني قد وصلت إلى الخلافة ألا إن نفسي قد تاقت إلى الجنة. يعني باستمرار الواحد دائما زي ما يقولوا raising the bar، يرفع مقاييسه باستمرار، ما يرضى بالإنجاز اللي وصل إليه وإنه خلاص يعيش عليه 10 سنوات، لا، باستمرار يسأل يا ترى هل هذا أفضل ما عندي؟ يا ترى هل هذا آخر شيء أقدر أوصل له؟ What's high is high بالنسبة لي، يعني ما علو الأعلى بالنسبة لي؟ هل أنا أنجزت كل اللي أقدر عليه ولا لسه في داخل أشياء ما طلعت؟ فدائما وجدنا أنه عندهم التزام باستمرار برفع المقاييس. تشوفي الشيء هذا واضح جدا في الألعاب الأولمبية. الألعاب الأولمبية هي باختصار تحطيم لأرقام قياسية بالفعل. كل دورة للألعاب الأولمبية بنلاقي أنه أرقام بتتحطم، بنلاقي أنه مثلا في سباقات السرعة، سباقات الجري، سباقات السباحة، رفع الأثقال، نعتقد أنه هذا آخر حدود الإنجاز البشري ويجينا ناس ويكسروا الأرقام ويحطموها باستمرار. فلازم باستمرار أنك أنت تتحدى نفسك وترفع مقاييسك. الالتزام الثاني اللي هو تغيير القناعات السلبية. في واحد يقول مثلا أنا أرفع مقاييسي وبغير العالم وهذا شيء بالنسبة لي ضرورة وأنا عندي طموح عالي، اسمع صوت في راسه يقول له يا عمي كان غيرك أشطر، يا عمي كان غيرك فلح، يعني أنت اللي حتقدر تغير، اللي هي القناعات السلبية اللي لما نخطو خطوة لقدام ترجعنا خطوتين لورا. فباستمرار يجب أنك أنت تحاول تتخلص أول بأول من القناعات السلبية. طب نقول واحد عنده زي ما يقولوا طموح عالي ومقاييس عالية وغير قناعاته السلبية، بس مثلا خلينا نقول أنه كان بيبحث عن مشرق الشمس والاستراتيجية اللي اتبعها أنه يتجه نحو الغرب بحثا عن مشرق الشمس، ما يهمني قديش مقاييسه عالية، ما يهمني قديش عنده قناعة، عنده مشكلة، الاستراتيجية غلط. يجب أن تبحث عن الاستراتيجية الصحيحة. يقول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. في تفسير الحديث أنه ليست فقط الداء زي ما يقولوا البدني، احنا عندنا في المثل العام يقول لك كل مشكلة ولها حل، لكن المشكلة أغلب الناس ما بتدور على حلول. فبنقول دائما ابحث عن الاستراتيجية الصحيحة. ليش نسميها استراتيجية؟ لأنه الناس بمختلف الألوان الأعمار الأجناس الخلفيات طبقوا نفس الخطوات ووصلوا إلى نفس النتائج. لو جبنا على حاسبة أخت غادة وحطينا 1+1 = 2 حتطلع 2 بغض النظر سواء اللي كتب الموضوع هذا في الآلة رجل أو امرأة، صغير أم كبير، يعني كتبناها على ورقة قرأناها حتساوي نفس النتيجة.
ففي خطوات يعني معروفة استراتيجيات، ففي استراتيجيات مثلا في العلاقات الجيدة، في استراتيجيات مثلا في الصحة، في استراتيجيات في الأمور المالية. لكن للأسف نلاقي مثلا لما الواحد بينزل وزنه يقوم يسأل جاره مثلا أو يسأل صاحبه اللي كان مثلا عنده بعض المعلومات العامة، نعم، ويحاول يتبع زي ما يقولوا الخطوات اللي يقولوا عليها. أو مثلا واحدة عندها مشكلة مع زوجها، فبدل ما تلجأ إلى متخصصين في العلاقات الأسرية تروح لصاحبتها أو زميلتها اللي يمكن تكون هي عندها مشاكل أيضا مع زوجها أو ما مرت بتجربة زواج يعني تسمع لنصائحها. فنقول دائما ابحث عن المعرفة المتخصصة من الناس اللي فاهمة في هذا المجال، في أي مجال إن كان ابحث عن زي ما يقولوا الاستراتيجيات. نعم. على فكرة عدد سكان البشر في الدنيا هذه مليارات تقريبا، 7 مليار تقريبا، لكن مشاكلهم شبه محدودة. يعني ملايين البشر يشكوا من مشكلة تدخين، ملايين من البشر يشكوا من مشكلة مثلا سمنة، ملايين من البشر يشكوا من مشاكل مثلا طلاق. فنلاقي أنه المشاكل المشتركة بين كثير من الناس تكاد تكون محدودة. غيرك، هذا الجانب الحلو، غيرك مر بالمشكلة هذه قبل كده وقدر يوصل لها الحل، وطلع الحل هذا في كتاب، في دورة على الانترنت، في يعني أتكلم عن الحل هذا. لكن المشكلة الناس ما بتدور، بتحاول إنه زي ما يقولوا تعيد اختراع العجلة من جديد. لا تعد اختراع العجلة، ابدأ من حيث انتهى الآخرون. طب خلينا، هذه 3 التزامات: رفع المقاييس، تغيير القناعات السلبية، والاستراتيجية الصحيحة. جميل.